كور الكفته بصوص السلق، عباره عن لحمه مفرومه احمر طبعا، ويفضل تبقى من غير دهون خالص، بصله مبشوره، فصوص ثوم، جوزه الطيب، بهارات، زبده، مكعب مرقه، بقدونس سلق خلاص، وملح وفلفل. هنجيب كده اللحمه نحطها كده اهو، نحط معاها البصل، البهارات، جوزة الطيب طبعا مش كتير زي ما احنا دايما ما بنقول، فلفل اسود، ملح. خلاص وايه، نعجنهم كويس قوي 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 مع بعض، يعني انا هحط ايدي بس ايه اشوف الاول لو المعلقه عملت الغرض، بس احنا طبعا لو في البيت نعجنهم كويس قوي بايدينا. خلاص ريحتها طلعت وبقت جميله جدا، هسخن بقى النار كده هنحط بقى في الطاسة الزبدة هنا كده ماشي، مع فصوص الثوم، مع السلق، وهنعمل نفس الحركة اللي بنعملها لما بنيجي نعمل القلقاس، هنفضل نشوح السلق لحد ما يبقى لونه غامق جدا مائل إلى السواد، هسيبها كده خلاص كده ده تمام. الكفتة هنعمل بقى ايه عشان تبقى سهلة جدا في التكوير، دي بقى للناس اللي ايه بيقولوا لي لما بنيجي نعمل الكفتة بتفك مننا، الحركة دي متخليهاش تفك خالص، وفي نفس الوقت بتخلي طعمها حلو على فكرة. نضربها يعني ضربة ونص بالظبط، يعني هنشوف دلوقتي هتاخد قد ايه مننا. هنضربها لحد ما تبقى عاملة زي العجينة. بس كده كويس قوي. انا السلق ده بحبه جدا، من الحاجات اللي بحب احشرها كده في اي حاجه. طيب احنا كده الكفته بقت تمام، ابتدي بقى ايه اكورها، نجيبها كده ممكن نحط جنبينا ميه ساقعه عشان ايدينا نضمن انها ما تلزقش، بس هي بصراحه مش محتاجه يعني اهو. نحطها كده وما نحركهاش غير لما اعرف انها اتشوحت، نحط بس ايه نقطه زيت كده يلطف الجو، الزيت بقى طلع الريحه بتاعتها الحلوه. ما نحركهاش خالص عشان ما تفكش مننا. انا عايزاها كمان ايه يغمقه اكتر من كده 3 درجات تقريبا. خلاص
يعني يبقى لونه مائل الى السواد، لما يبقى لونه بيبقى غامق قوي لما بنيجي نضربه بالمرقه بيفتحها على فكره، لكن لو احنا حطيناه بالطريقه دي هيفتحها جدا وهيبقى لونه مش اخضر، هيبقى مايع كده مش حلو. خلاص الكفته هي ما شاء الله كترت وكبرت، دي اللي انا كنت عاملاها نسخه، هسيبها بقى كده لحد ما السلق يخلص، هحطه كده اهو، نغطي بس كده يا دوبك نغطي الكفته خلاص، واحط رشه من جوزة الطيب وكمان مكعب من الزبده، مكعب صغير لان انا حاطه في السلق، هو يا دوبك بس ايه يلمع لي كده الكفته، وكمان حبه كده من الكريمه مش كتير خلاص. بس اعمل بقى السلق كده، نفرمه فرمه كمان، عايزه اقول لكم انا بحب طعمه قوي كده. ريحته حلوه قوي. نجيب البقدونس ونبتدي بقى نحط السلق البوري ده عشان يلون المرقة. بصوا كمية السلق الكبيرة دي بقت كمية قد ايه، عايز غنانة خالص هي والتوم. بصوا بقى المرقة ابتدت تبقى لونها اخضر من السلق، نقلب كده بقى، واول ما تغلي غلوتين ثلاثه ابتدي اقدمها. بص كده على الفرن، يعني الباف باستري خلاص، يعني عقبال ما اقدم دي هيكون ايه الباف باستري كمان وشه احمر حلو، هو استوى بس عايز يحمر اكتر من كده شويه.